معكم اخوان نهاركم مبروك. اليوم كنت تواجدوا في حد المنابهة بتاريخ 2022 شهر 6 في 19 تبارك الله الخير مزيد الحمد لله. وما تنساش اخوان تعاونونا بحال لايك الفيديو وحال ابوني القناة ونوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك تبارك الله خير مزيد الحمد لله. خوش علي عاطينك انا اخويا 66 اخويا 66 تبارك الله 66 اللي عاطينك 3300 تبارك الله تبارك الله كاين اللي مليح والخير الحمد لله موجود تبارك الله كاين اللي مليح. اش داير اخويا في السنة هذي؟ نية سنين الحليق تبارك الله. شحال من راس كاين اخويا؟ 10 تبارك الله اللهم بارك 10 تبارك الله كاين الخير الحمد لله الحمد لله نشكرو ان شاء الله العام كل شيء يعيد الدرويش هو يعيد ان شاء الله تبارك الله. صاحبي العيب والو اخويا دقت البريلا الله يرحم والدي دقت البريلا الحمد لله كاين لا لك قال بوحدو هذا هو ابني عمنا جارنا وصاك تبارك الله كاين اللي مليح الله يسخر اخويا اخويا ديالك سي بسكيك اخويا الله يرحم والديك تبارك الله الاخوان خير الحمد لله موجود الحمد لله ونشكرو كما كتعرفوا الاخوان تمام السوقين الله يدير الشاول ديال الخير تبارك الله. خويا السلام عليكم شحال اللي عاطينك اخويا ديما؟ عاطينا 62 62 اللي عاطين تبارك الله 62 3100 درهم اللهم بارك سلعه نقيه تبارك الله. خويا شحال من راس كاينه؟ 20 راس 20 راس تبارك الله 20 راس تبارك الله. اجير السنه خويا لا كامل سنه الحليب كامل سنه الحليب تبارك الله. المركز ديال اخويا منين هذا؟ حد راس العين عز بن قي الله يرحم والدي قاعد لنا واحد معروفه بعز بن قي تبارك الله. عز بن قي اخوان وعز بن قي اخوان راه معروف بالتو التوب ديالو وتشم الريحه باش تكونوا واضحين على المعلومه هذه ان شاء الله غنشوفوا 11 باش تكون على المعلومه الاخوان باش تعرف عز بن قي من الريحه. وبالنسبه للتوب ديالك التوب ديالك يكون شويه ابيض بحال هكا ولا ابيض وما يكونش ديك الكحل اللي كيكون كحل راه يكون داير الزباله ولا ديال الدجاج مزاق ديال الدجاج وما كيكون ابيض ولا احمر بحال هكا يعني راه عاد نقي ومن الريحه عاوتاني الريحه ديالك تكون ريحه نقيه ماشي ريحه الزباله او ريحه ديال العلف تبارك الله. غلا نقيه قال لك ما فيها لا عيب لا والو تبارك الله. عاطينو 62 يا اللي عطاو 3100 درهم تبارك الله اللهم بارك. التمر اخويا راه كاين وكما قلنا عاوتاني دي على كتجهدو على كتجهدو العيد راه مناسبه وغير غير نهار وكيدوز تبارك الله. درت السلعه عاوتاني واحده اخرى ها هي باش ندوزوها السلعه. خويا السلعه هي شحال عطاك فيها ديالنا؟ قلت هي السلعه شحال؟ هذيك عطاونا 59 كنقول لك 62 11 حوالي هذا الشاري اخويا هنا ولا كسبتك؟ هنا بشحال اخويا؟ كن واضح يا قول 57 الله يرحم والديك 57 باش داها 57000 تبارك الله مليحه تبارك الله 11 خروف 57000 تبارك الله 57000 1850 تبارك الله. العيب والو خويا بانت ليا هذا الشيء بتنقول لك هي بانت حبيبه هي اللي كاينه تبارك الله. وجيرها في السن ثنية ثنية سنة الحليب غير ثنية سنة الحليب والعيب قال لك غير الحبيبة اللي كاينة والله درت شاول ديال الخير إن شاء الله هذا العام كل شيء يعيد درويش يعيد كل شيء يعيد إن شاء الله نطلبوا من الله. الله يرحم والديك خويا قول النمرة خويا لا بغا شي واحد حنا بغا تبيع إن شاء الله هنا 06 06 02 61 68 19 فين السكنة خويا؟ حد راس العين حد راس العين الله يرحم والدينا خويا الله يحفظك تبارك الله الله يبارك. كما كنقولوا اخوان ديما راه الملح كاين وشي واحد ملي خاف خير موجود الحمد لله تبارك الله. السلام عليكم كيداير اخويا لاباس نهاركم مبروك بعدا الخير تيرينا 78 اللي عاطينك دابا 78 اللي عاطينك تبارك الله 78 3900 تبارك الله 78 اللي عاطينك اللهم بارك تبارك الله. شحال من راس كاين هادي هنا ديالنا؟ شحال من راس؟ 16 راس تبارك الله 16 راس تبارك الله غلا مليحه وثمن اخوان راه كاين اللي هو بزاف وبلاد من الاخوان هو واحد اللي هو اللي يدي على قد جهده. العيد كما قلنا راه غير ليله وكتفوت واللحم راه كل عام كتاكلو ماشي غير عام غير نهار ولا تبارك الله اللهم بارك. السلعه مليحه. اش داير السنه ديال الطالب؟ كامل سنه الحليب تبارك الله كامل سنه الحليب تبارك الله غلا مليحه تبارك قال لك يعطيني 78
هذاك تما اللي عاطيه موجودة كاينة موجودة ماشي كيقول هو كلامه هو زعما ما سمعنا شي حاجة ما شاء الله تبارك قال مليحة تبارك الله أخو اسمع أحمد كاين لاعب لا والو واحد كاين حبيبة واحد شي حبة تبارك الله فين هو تقرب لا والو هذا الله يرحم ويلي واحد اللي فيه حبيب تبارك الله كاين اللي مليح الاخوان والتمرك تما اللي كيرات شدا ما ولا معروف في السوق كامل تما والناس اللي كتقول لك الحريفيه ولا الكسابه ولا هادشي كله كاع الناس فاهمة في هادشي منهم العلف منهم المازوط منهم الكسابه الحريفيه كلشي كلشي كيزيد يزيد هادشي والله يحسن العون الكسابه تو والله يحسن العون تو راه مبكر العام كامل ومقابل هادشي اللي نقول الله يرحم والدينا شريف الله يحفظك تبارك الله الاخوان وحس لي عتبه الله يسخر تبعت 72000 تبارك الله اللهم بارك 72000 تبارك الله سيدي الدار الله يسخر سيدي الدار الله يسخر لك شحال هاد الاخوان الخير الله يرحمهم 72 الله يرحمهم 72 3600 باش داز تبارك الله الله يبارك شحال من راس كاين اخويا شحال 40 راس تبارك الله الله يسخر تبارك الله 40 راس مليح السلعة تبارك الله الله يبارك مليح كاين والثمن اخوان راه في السوق كاين الثمن الله يسخر تبارك الله مليح السلعة الله يسخر هي الاولى هي الاولى خرج في السوق الله يسخر الموليها سير قلب على شغلك معاه كاين اللي مليح تبارك الله هذا شهاد الرشمان هذا شوف سير الله يسخر تبارك الله كاين اللي مليح والزين تبارك الله غلام مطلوقة وغلام متوب وراس الله يبارك سير الله يبارك كاين اللي مليح وكامل الاخوان راه كنسوق سلعتي يا رب كاملة مليحة تبارك كاملة كاملة مليحة وزين الله يسخر هاد سيدي الدهر الله يسخر لك الله يسخر لك اخويا الله يبيت لك شي تمنيتي فيها تبارك الله صيفط اخويا مرحبا والنمره اللي بغى شي واحد حاجه يجي عندك المحل علاش بقى عندنا حنا راه كنشوف الله يسخر من دكان الناس دكان الناس دوام دكان الله يسخر الله يسخر تبارك الله تبارك الله اخوان حس لي عتيا تبعات الله يسخر كاين الاقبال اخوان كاين البيع شويه كاين الاقبال وخا الثمن كاين الاقبال تبارك الله تباعت ب 61 اخو 61 تبارك الله سلعة مليحة 3050 درهم تبارك الله الناس كثر كتخلص راهم اللهم بارك تبارك الله الثمن راه كاين في السوق والله يدير شي ولد الخير تبارك الله سلعة مليحة تبارك الله والزين كاين تبارك الله والثوب ديالها مليح تبارك الله تبارك الله خويا شحال من راس كاين هنا؟ 10 أكثر من 10 هاد ولا؟ 16 راس تبارك الله 16 راس تبارك الله تبارك الله سلعة مليحة كاين الزين تبارك الله والثمن راه إخوان راه كاين في السوق كامل في السوق كامل كاين الثمن تبارك الله مليحة ها؟ لا لا كاين الزين تبارك الله كاين الزين أول الثمن راه كاين في السوق كامل الله يحسن عواد العام كاين الثمن ترى زايد العلف العز كاين تمام العز وتنمع وي العفر حاسبين عليك كلشي 100 ريال الكيلو 100 ريال الكيلو مزيد عليه تبارك الله كاين الزين تبارك الله والثمن بالحاج الثمن دابا راك بزاف عليك العام اللي فات صراحه هي راه هي دابا شنو هو السبب الثمن شنو هو السبب ديالك الوقت الوقت واش غادي تبارك الله كاين اللي مليح تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك تحس لي عتيه تباعت الله يسخر الموليا اللهم سخر ليه في ذلك تبارك الله المليح كاين الحمد لله والثمن راه كاين في السوق والله يحسن العوال الجميع لا الدرويش لا الكساب لا الحريفي حريفته كيترزق على الله تبارك الله سي عتبه نسول السيد شحال شحال دخل مولاه؟ شحال داز الخير؟ 67 باش دوزنا الخير 67 مليحه 8 كسبت كل الشريعه ها الشريعه شحال ديتي انا 66 66 باش ديتيها بعتيها 1000 ريال راس 1000 ريال راس الله يرحمه الله يرحمه دواء دواء 66 الله يرحمه ويلي مولاه باع لنا واحد 90000 باع شي واحد فرد لنا واحد فرد واحد 90000 الله يسخر هذا ما بغيناش نفوزو ب 94 الله يسخر قالك باع لنا واحد ب 90000 4500 وهي الذهب ب 66 وباع ب 1000 ريال راس تبارك الله 1000 ريال راس وش باع
65 3300 وباع منها واحد السيد الله يسخر. شحال كاينه من راس هذه هنا؟ شحال؟ شحال كاينه من راس؟ حمو من راس كاين؟ هي 19 راس. 19 كانت 20 باع منها 91 كان 20 باع منها 19 الله يسخر تبارك الله. سلعه مليحه تبارك الله وزين. اجير السن اخويا هذي؟ اجير السن؟ اجير السن صاحبي؟ الحليبيات خلصنا الحليب وثني الله تبارك اللهم بارك الاخوان اللهم بارك. المليح تبارك الله كاين والخير موجود الحمد لله الحمد لله ونشكره تبارك الله. شحال اللي عاطينك اخويا هذي؟ 20000. شحال جيت يا اخويا؟ 60. 60 تبارك الله يلاه داها السيد 60000 الدواء تبارك الله الله يسخر اخويا تبارك الله كاين المليح تبارك الله والزين. شحال من راس كاين اخويا؟ 12 راس الدواء ب 60000 تبارك الله 3000 درهم. شحال قلت لي 12 راس ياك؟ 12 راس تبارك الله 12 راس ما كاين لا عيب لا والو خويا لا والو لا عيب والو تبارك الله. باقا غير خصنا الحليب غلا مليحه تبارك الله كاين اللي مليح تبارك الله. الثمن اخويا راه معروف ولا من 60 الفوق شي حاجه ما قال من 60 ما كاينش غير لا لا كان شويه المليح مهم في المليح وياك اليوم مويا شويه راه هابط فيه السومه وما المليح راه من 60 الفوق تبارك الله. المهم اخوان هو اللي يدي على قد جهده على قد جهده راه غير مناسبه وكتفوت غير باش يفرح لوليدات وقي الغراض وصافي تبارك الله اللهم بارك فيهم تبارك الله يا اخوان. وحس ليعه تبارك الله مليحه وزينه تبارك الله بدريه مليحه بدريه غليظه تبارك الله فيها حد جوج فراطيس بانوا لي جوج فراطيس تبارك الله وكاين اللي مليح والزين تبارك الله اللهم بارك كاين اللي مليح تبارك الله. أنسوس في شحال الثمن شحال اللي عظيم تبارك الله كاين اللي مليح حاجه فرق سنه تبارك الله كاين اللي مليح تبارك الله تبارك الله. شحال اللي عاطينك انا قلت جاب الحاج اللي عاطيني قال لي 62 تبارك الله 3100 درهم تبارك الله غلا مليح والثمن راكش الزين راه بحق الاخوان شي نقول تبارك الله. شحال كاين من راس هذه شحال؟ شحال كاين من راس الحاج هنا شحال؟ 19 19 راس تبارك الله 19 راس اللي كاين غلام بدريه غليظه تبارك الله باقا كامله غتكون باقا كامله سنه الحليب اللهم بارك تبارك الله. كاين اللي مليح تبارك الله زين عند القرن والثوب ديالها ومن الثوب ديالها باين العلف نقي كما قلنا العلف باين من الثوب ومن الريحه ديالو باش تعرف الثوب تبارك الله. كاين اللي مليح تبارك الله الاخوان تبارك الله كاين اللي مليح تبارك الله. شحال اللي عاطينك هنا الحال؟ عاطينا 73 73 تبارك الله زيد المساكين تبارك الله 73 حاجه مليحه لا كاين اللي مليح تبارك الله دوك الثمن راه كاين في السوق الثمن كاين واش راه بزاف على شويه على المسكين المسكين ما قاش بهذا السوم فهم قلت المسكين راه ما قاش كيقول لك راهي باش ما دار يعيد باش ما قالش ما كان يقضي الغرض باش ما كان يقضي الغرض المسكين تبارك الله راه كاين اللي مليح الزين كاين الحمد لله تبارك الله راه واش خرج هذا لا تبارك الله كاين اللي مليح خير موجود الحمد لله والمليح كاين تبارك الله كلشي عيد الحمد لله كلشي عيد ان شاء الله كلشي غادي عيد ان شاء الله ان شاء الله قلت لك 73 هي اللي ثابته وناسنا تبارك الله 3650 شحال من راس كاينه؟ 17 حوالي تبارك الله كاين اللي مليح عاد الثوب والراس تبارك الله وبين اغلى من العلف نقي غير من الثوب العلف نقي والعلف زين تبارك الله هادشي راه النمير واحد لا النمير واحد تبارك الله العيب والو والو العيب لا تبارك الله العيب والو العيب داكشي ملقط مقاد لا الحمد لله كاين تبارك الله المليح. شري قول النمر ديالك الا بغا شي واحد حنا الخير حنا بغيت ان شاء الله هادشي ان شاء الله لكن شي سليعه اختي تبارك الله 06 06 62 59 17 41 اخويا اللي بغى السليعه مرحبا فين السكنه كاينه؟ من الزرع المضيف في حد راس العين في حد راس العين تبارك الله فر 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 لي اخويا هذا تبارك الله بقى سنين قال الحليب تبارك الله بقى سنين لا باينه السلعه تبارك الله التقليبه كاينه تبارك الله التقليبه هي كاينه لا باينه باينه من وجهها باينه السلعه تبارك الله الله يرحم والدينا شري موعد اخوان نهاركم مبروك اليوم كنتواجدوا في حد دار المنابهه بتاريخ 2022 شهر 6 في 19 تبارك الله الخير موجود الحمد لله وما تنساش اخوان تعاونونا بحال لايك الفيديو وحال ابوني القناه ونوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك تبارك الله
خير موجود الحمد لله. خويا شحال اللي عاطينك انا خويا؟ 66 اخويا. 66 تبارك الله. 66 اللي عاطينك 3300 تبارك الله. تبارك الله كاين اللي مليح والخير الحمد لله موجود تبارك الله كاين اللي مليح. اش داير اخويا في السنه هذه؟ ثنيه وسنين الحليب. ثنيه سنين الحليب تبارك الله. شحال من راس كاين اخويا؟ 10 تبارك الله اللهم بارك. 10 تبارك الله كاين الخير الحمد لله الحمد لله نشكروك. ان شاء الله العام كل شيء يعيد الدرويش هو يعيد ان شاء الله. تبارك الله. صاحبي العيب والو خويا دقت البريلا الله يرحم والدي دقت البريلا الحمد لله كاين. لا القائد بوحدو هذا هو ابني عمنا جارنا وصاك تبارك الله كاين اللي معاه الله يسخر اخويا اخويا ديالك سي بسكيك اخويا الله يرحم والديك تبارك الله. موعد اخوان نهاركم مبروك. اليوم كنتواجدوا في حد المنابهه بتاريخ 2022 شهر 6 في 19 تبارك الله الخير موجود الحمد لله. وما تنساش اخوان تعاونونا بحال لايك الفيديو وحال ابوني القناه ونوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك تبارك الله. خير موجود الحمد لله. خويا شحال اللي عاطينك انا خويا؟ 66 اخويا. 66 تبارك الله. 66 اللي عاطينك 3300 تبارك الله. تبارك الله كاين اللي مليح والخير الحمد لله موجود تبارك الله كاين اللي مليح. اش داير اخويا في السنه هذه؟ ثنيه وسنين الحليب. ثنيه سنين الحليب تبارك الله. شحال من راس كاين اخويا؟ 10 تبارك الله اللهم بارك. 10 تبارك الله كاين الخير الحمد لله نشكروك. ان شاء الله العام كل شيء يعيد الدرويش هو يعيد ان شاء الله. تبارك الله. صاحبي العيب والو خويا دقت البريلا الله يرحم والدي دقت البريلا الحمد لله كاين. لا القائد بوحدو هذا هو ابني عمنا جارنا وصاك تبارك الله كاين اللي معاه الله يسخر اخويا اخويا ديالك سي بسكيك اخويا الله يرحم والديك تبارك الله. كما قلنا اخوان خير راه موجود الشارع راه قليل تبارك الله اللهم بارك شوف السلعه كثيره تبارك الله. شحال اللي عاطينك اخويا؟ 62 62 تبارك الله 62 شويه حنين السومه هذه تبارك الله 62 3100 درهم تبارك الله 62 شحال من راس اخويا؟ 23 راس 23 راس 23 راس تبارك الله. اش دايره في السنه اخويا؟ السنه سنه الحليب سنه الحليب العيب اخويا والو العيب كاين واحد الحبيبه هي اللي كاين واحد في حبيبه الله يسخر واحد اللي في حبيبه تبارك الله سلعه مليحه تبارك الله وتاف الثمن شويه وفيها الثمن وفي شويه مناسبه شويه ناقص شويه الثمن ناقص واحد 4000 ولا 3000 ريال ناقص واحد 1000 واحد 150 ولا 200 درهم تبارك الله نقار عنده زين تو هو مزيان اللهم بارك والله يرحمنا شي نطلبوا الله يدير الشتاء والخير للدرويش كاين تبارك الله غلم نقيه وغلم زين الله يسخر لك اخويا الله يرحم والدينا اخويا الله يحفظك تبارك الله الاخوان كما قلنا خير موجود والثمن راه كاين تكونوا واضحين وبالنسبه للشاري قليل الشاري الناس ما زعماش على المشرى قاهرهم الثمن تبارك الله واحد 8 خرفان زينين اللهم بارك تبارك الله سلعه مليحه والثمن راه كاين في السوق. مولاي ادريس كي داير؟ لاباس عليك؟ تاني الخير يا مولاي ادريس؟ ومولاي ادريس تعطينا وقت مالك؟ تاني يا مولاي ادريس شحال عاطينا؟ تقول شحال المسرة؟ بقى ما عطاوكش بقى ما عطاوش تبارك الله ما بغاش يدوي محتار من القرار ديالو شنو بقى ما عاطينا سوق عيان اخو كما قلنا العيان الناس ما زعمش على المشرى خايفه من الثمن صار الثمن تبارك الله راه كاين اللي مليح وزي والمليح عندنا لا تبارك الله غندوز ان شاء الله تبارك الله شحال اللي عاطينك فايتين؟ عاطينك 40 40 اللي عاطينك تبارك الله عطاه 40 قال لي تبارك الله كاين الزين هو التمر كاين فين هو السارع؟ وهذا لا حاشا تيكون سارع حاش ما يستريح هو ما راجلش اللي خلى هذاك السارح راجل مالو كان خدمه اللهم الخدمه ولا الشفره ولا شي حاجه اخرى ايوا الحمد لله الله يحفظك تبارك الله 40000 عاطينو 2000 درهم تبارك الله شحال من راس كاين فيها؟ 10 تبارك الله ما كاين لا عيب لا والو تبارك الله ما كاين لا عيب لا والو سلعه زوينه تبارك الله لا كاين اللي مليح تبارك الله هو التمر راه كاين في السوق
الله يسخر لك بالحال. الله يسخر وطلع لي في الدريري ويا السارح. الله يسخر. تبارك الله يا اخوان، يوم هيك مرة راس الحمار قليل شوية قليل السلعة. تبارك الله. هاي تبارك الله السلعة كاينة، تبارك الله السلعة تدي. الله يسخر خويا. صباح النور، كيداير لاباس عليك؟ تين خويا تزيد خير؟ هذا خويا تزيد 41 41 ألف. تبارك الله 41 ألف 2050 درهم. تبارك الله 2050 درهم. شحال من راس كاين اخويا؟ 27 راس. تبارك الله 27 راس. تبارك الله أغلى. تبارك الله زينة والثمن فيها شوية، طاح شوية الثمن مناسب. تبارك الله أغلى مليح التقليبة فيها. كاين الناس اللي عزيز عليهم هذا النوع هذا، كيكون تبارك الله مليح في اللحم ديالو أغلى من زين. تبارك الله تبارك الله كاين مليح والزين. تبارك الله خليها خليها ما يسخن. الله يرحمه ويجينا أخوه. تبارك الله كما قلنا الحمد لله الخير موجود. خاص العقلية في الراس مرة راس الحمر. شحال عاد عندك اخويا؟ 45. تبارك الله شحال فيها من راس؟ ما حاسبش 45. تبارك الله 45 ما حاسبش شحال من راس. تبارك الله أغلى مليحة. تبارك الله وزينة كاين مليح. 45 راس 45 اللي عاطين عفوا 2200 و2150. تبارك الله 45 2050. تبارك الله الله يبارك كاين مليح 2250 اللي عاطينو سلعة مليحة. تبارك الله وكاين الزين كاين راه كاين السوق كامل. والله يسخر. اش نطلبوا الله يرحمنا اش نطلبوا.